السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 7 سورہ یونس. ہم لوگوں کی چل رہی ہے اور 11واں پارہ چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تكون في شأن, شین حمزہ زبر, شا جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ. ٹھیک ہے نا, آگے دیکھئے. عَنْ جو ہے وہ, عَنْ جو ہے وہ را سے ملے گی آگے والے, اور یہ را بن رہا ہے. عَرْ رَبِّكَ, عَنْ را دوبارہ, عَرْ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. حمزہ یازیر, این یتبعون, ٹھیک ہے, این یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. یہ ہمارا ایک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے.
کل انشاءاللہ ہم لوگ دوسرا آگے والا رکوع پڑھیں گے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.